تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع قناة أنا سامي عرموش، وأقترح هذا الأسبوع زيارة الباحة الفنية 21 في البلدة التحتة في مدينة حيفا، اللي افتتحت مؤخراً وتشمل 21 معرضاً لعدد من الفنانين يعرضون فيها أجمل الإنتاجات الفنية كاللوحات والمنحوتات والتماثيل من الورق، صناعة أشكال من الزجاج، تصميم أزياء وغيرها. هذه المعارض موجودة في السوق التركي وضواحيه، وهي مفتوحة للجمهور الواسع خلال أيام الأحد للأربعاء بين الساعات 9 للخمسة، والخميس بين الساعات 9 للعشرة، والجمعة بين 9 للأربعة.